محطة جديدة لتحلية المياه في منطقة المخيبة والأغوار الشمالية تهدف لتزويد مناطق تابعة للواء بني كنانة بمياه الشرب. وزير المياه والري دكتور حازم الناصر بيّن أن تنفيذ مشاريع عدة في مناطق الشمال جاء لتطوير الخدمات التي تقدمها شركة مياه اليرموك استجابة للظروف الطارئة التي شهدتها مناطق الشمال بسبب نزوح أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين لمحافظات الشمال الأربع، بما يزيد على 1,400,000 لاجئ سوري، والتي رفعت الطلب على المياه في مناطق الشمال إلى أكثر من 40%. وزارة المياه والري ممثلة بشركة مياه اليرموك قامت وبالتعاون مع بعض المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية بعمل هذا المشروع الذي يتلخص في تنقية مياه بئر شق البارد بطاقة 150 متر مكعب في الساعة لتزويد هذه المناطق بمياه الشرب، بالإضافة إلى تغيير شبكات المياه في هذه المنطقة وخطوط ناقلة، بحيث أنه يؤدي إن شاء الله خلال الفترة القادمة إلى تحسين مستوى المياه بشكل كبير. هذه المنطقة كانت المياه تصلها تقريبا كل أسبوعين مرة، فمع هذا المشروع إن شاء الله سينتظم التزويد المائي.